عروسة فركشت الخطوبة، فالعريس بعت لها ورقتها. أيوة ورقتها، الكل بيسأل ورقة إيه وهي مخطوبة؟ الجواز وعارفين ورقة الطلاق، إنما ورقة إيه اللي في الخطوبة دي؟ هم يبكي وهم يضحك الحقيقة. ورقة واحدة أثارت الجدل الساعات اللي فاتت على السوشيال ميديا، والدنيا تقلبت ما بين حقه يعمل كده وبين ده بخل، وهو ده الناطع كما يجب أن يكون. مش بس كده، العريس حب ينتقم منها فرفع عليها قضية بيطالب بكل مليم صرفوا عليها في الخطوبة، وبيقول لها يانا يانتي فترة الخطوبة وجرجرها في المحاكم، فما بالكم لو كانوا تجوزوا كانت هتقضي شهر العسل فين؟ اللي كتبه في الورقة كان صادم، دي ربنا نجدها وهي لسه على البر. أمال لو كانت جوزها كان عمل فيها إيه؟ شكلها كانت هتفطر وتتغدى وتتعشى عيش وحلاوة. ورقة واحدة قدرت إنها تثير الجدل على السوشيال ميديا بين الجمهور، فيا ترى إيه الحكاية؟ كل الحكاية إن اتنين كانوا مخطوبين والحب الحب وعاشوا فترة خطوبة زي ما الكتاب بيقول، فجأة لسبب ما محدش يعرفه الخطوبة اتفشكلت، وعادي بتحصل في أحسن العائلات، ومش دي المشكلة. المشكلة رد فعل العريس وخلى الناس تستغرب وتضرب كف على كف، هي الدنيا جرى فيها ايه والناس حصل لها ايه مؤخرا؟ تصرف العريس بيقول انه اتغدر بيه مثلا فقرر ينتقم منها ويجرجر العروسة واهلها في المحاكم، ولكن ده مش مبرر برضو اللي عمله. العريس كتب ورقة، ده لو ما كانش كتبها اول باول بعد كل جنيه صرفه عليها، وقرر انه يبعت لها نسخة منها على البيت كأنه بيفكرها بكل اللي صرفه عليها، بيقول لها لو كنت نسيتي اللي جرى هاتي الورقة تنقري. وطبعا ده بعد ما رفع قضية ويطالب بحقوقه دي اللي البعض شايف انه يستحقها والبعض التاني شايف انه بخل وهو ما يستحقش ان هو ياخدها. طيب يا ترى الورقة دي كان فيها ايه؟ الحقيقة ان اللي مكتوب في الورقة يكسف، ولو على قد الهدايا والشبكة فده حقه وبيرجعه ليه. وهنا في رأيين، لو العريس اللي أنهى العلاقة فالشبكة بتكون من حق العروسة، أما لو العكس فهي بتاعت العريس، لكن أغلب الناس شايفة أن حقه في الحالتين ولازم ياخدها. بس العريس ده عدى المرحلة دي خالص ووصل لليفل الوحش، ليفل متطور من النطاعة والبخل، صدم البنات بيه وخلى كل واحدة عينيها واستراسها من خطيبها ورفضة تاكل معاه عيش حاف، فيا ترى ليه؟ مبدئيا كده العريس كتب ان حفلة الخطوبة تكلفت 4000 جنيه وعمل لها عيد ميلاد ب 1500 جنيه، وللدقة الحقيقية ذكر ليها اليوم 24/10/2022. مش بس كده، ده عمل لها برواز كبير بصورتها كلفه 800 جنيه ليها هي وابوها وامها، جاب لها جزمة ولونها برتقالي ب 250 جنيه، وده علشان تلبسها على الطقم البرتقاني اللي خرجت بيه مع العريس تاني يوم الخطوبة، بغض النظر عن الستايل بتاع حزلقوم ده. وكله إلى الخاتم الفضة أبو 500 جنيه، عيد حب بقى، رأس سنة ودباديب، وبابا نويل مخلاش بوكسات هدايا رايحة جاية عليها ما تقلش عن 400 جنيه. غداها مرة في مطروح ودفع 400 جنيه، وهدية بدون مناسبة في يوم عادي كلفته 100 جنيه. لما راح يقرأ الفاتحة خد تورتاية من ديليز ب 500 جنيه، ولما راح يتعرف عليها أول مرة خد طبق سلزونات ب 120 جنيه. أما بقى وهو رايح البيت ليهم خد فاكهة معاه ودفع فيهم 350 جنيه. ومن ناحية الخروج والفصح ما كانش مقصر معاها الحقيقة، مفيش فيلم ما شافهوش في السينما، وكل حاجة كاتبها باليوم والمكان. وهنا الجمهور عرف انهم من الاسكندرية ومفيش تذكرة كانت اقل من 75 جنيه، ده غير انه وداها الملاهي في المعمورة تاني يوم الخطوبة، بغض النظر ان المكان مش مناسب للأجواء، بس هو اللي حصل دفع فيها 130 جنيه مرة واحدة. وبين قوسين ذكر بالتفاصيل اللي ركبوه في الملاهي وكل حاجة جنبها السعر إجمالي اللي دفعه 10840 جنيه، وده كله تحت عنوان إجمالي المبالغ المستحقة للعريس مقابل هدايا العروسة. ولأنه جدع وأصيل الحقيقة مرضاش يحاسبها على اللي صرفه في المواصلات، كتب إن هو مش هيحاسبها عليها، مع إنه كان كل مواصلاتهم أوبر وإن درايفر، ولا حسب الغدا اللي كان كل مرة بيأكله لها بسبب رحيل والدة العروسة وما فيش حد في البيت يعمل أكل، وبكده هو عدى العيب. البعض شايف إنه لو بخيل مش هيصرف أصلا من الأول، ده تاجر وكان بيصرف عشان في فايدة جاية، مشروع جواز وكده، ولما المشروع فشل عوز اللي دفعه، ده أوطى من البخيل بدرجات كتير والله، وقالوا انه شخص مش ناضج انه يتصرف كده. البعض شايف انه حقه، بس المفروض كانت العروسة اللي تبادر باسترجاع الهدايا كهدايا مش مقابل فلوس زي ما هو طلب. انتوا بقى شايفين تصرف العريس ازاي؟ وهل من حقه ولا غلطان؟ وهل ده يعتبر بخل ولا لو بخيل من الاول ما كانش هيصرف اصلا؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.